أنا كنت بيرك في ضيعة غرب الباب اسمها جينم. إيه. بيرك نيك صار اشتباكات التركي. إيه. والدولي داعش. بعدين. صار اشتباكات إحنا بيركين في البيت. إيه. اجت طلقة بعجت الباب وفاتت على البيت. إيه. صابت ابني. بعدين. بعدين دقيت للمترجم التركي. جنبي في مترجم تركي. إيه. في قاعدة تركية. قال لي لا تطلع هلا بس خليك ليهدى الاشتباك. ايوه رجعون عسكر تركي رجعون. ايوه رجعون. بعت لي سياره على البيت. البيت شلناه وجبناه لهون تركيا. جبناه على تركيا يعني مساعدني. ايه الله يعطيه العافيه العسكر التركي ساعدني كثير. ما بقدر بجي لهون يعني ما بقدر انا محلي من قبل الله يجب. ما في سيارات ما في شيء يعني اجي بس عسكر التركي اجى لعندي وجبناه اسعفناه على الاسعاف لهون جينا من على طريق الراعي قبل الله هي ايه عسكر التركي الله يعطيه الف عافيه. Çünkü benim çocuğum kapıdan silah değdi. Silah deyince ben tercüman aradım. Tercüman geldi. Türk askerine bir araba gönderdi bana. Araba gelmese ben çocuğumu getiremezdim. Türk askeri yardım etmeseydi bu tarafa gelemezdim. Allah Türk askerine razı olsun diyor. Türk askeri olmasaydı ben şu anda çocuğumu Türkiye'ye getirip gelemezdim. Onun için Türk askerine teşekkür ediyor. Bir kere değil bin kere teşekkür ediyorum diyor. Allah kendine razı olsun. Buraya geldi, ameliyat oldu, iyi bakıldı. Türk askeri olmasa ameliyat olmazdı. Şu anda ameliyat oldu, doktora iyi ilgilendi. İyi baktılar. Allah onlardan razı olsun. Belki de Türk askeri bana yardım etmeseydi şu anda çocuğum hayatta olmayacaktı. أنا عندي عيالي لسا في سوريا وعندي ولدين من عدا هالولدات. أنا هلأ لو في إمكانية هلأ بجيب لهوني بس ما عندي إمكانية هلأ أنا حد يجيب لي هلا هون بكون ممنون ميكن لأني إمكانية أجيب ما عندي أنا لأني عمل ما في عمل.